تقدروا بقى تحطوا معاها بطاطا مسلوقة، قرع مسلوق، بطاطس مسلوقة، جزر، كوسة، بحيث انكوا ايه تدخلوا الخضار مع الفراخ. بس انا هعمل دي لفوق سن السنة، انا هعملها لفوق سن السنة. فهعمل ايه؟ هحط معلقة كبيرة بصل، بسم الله، معلقة كبيرة بصل، مفيش لا زيت ولا زبدة، مع اني فوق سن السنة ممكن احط، بس انا مش هحط، هعتمد على الدهون اللي موجودة جوه الفراخ. ادي معلقة كبيرة بصل، فص واحد ثوم مفروم، هحط معاهم الفراخ، والفراخ دي انا سلقاها عشان الوقت، انتوا ممكن تحطوا كله مع بعض وبعدين تحطوا المية وتسيبوهم ايه الفراخ تستوي، بس انا عشان الوقت سلقتها. طيب الكركم يا جماعة من الحاجات المفيدة بطريقة غير عادية، بس ما نكترش منه، رشة كركم، نص معلقة شاي، نص معلقة صغيرة كركم، عشان الكركم بيمرر لما بيزيد، لكن هو من الحاجات المفيدة جدا 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 للكبار والصغيرين. طيب هحط جنزبيل، بصوا هحط جنزبيل قد ايه اهو، دي تعتبر سلايس واحدة، واحنا مقطعينها بقى ايه شرايح طويلة، وده اللي هو ايه كمون حب. الكمون طبعا كلنا عارفين ان الاطفال بطنهم بتوجعهم، ادوهم كمون. وهنزل بقى معاهم، عايزين تحطوا معلقة صغيرة زيت، انا ما عنديش اي مانع، اهو معلقة شاي بس، خلاص شكرا. زيت زيتون بقى، زيت ذرة، زيت جوز هند، اللي يريحكم. ونقلب، وبعدين هقوم واخده شويه بقدونس او شويه كزبره خضراء، شويه كرفس اللي موجود عندكم، دي كزبره، وهقوم منزله عليهم الميه. طيب عود القرفه ووحدة اللورة، يا إما هحطهم وارجع أشيلهم بعد كده أهم وأعد، أدي واحد أدي واحد، يا إما طبعا ممكن أحطهم أصلا مطحونين من الأول وأشتري دماغي ويبقوا كله مطحون في مطحون.